t'écouter. Radio Med على الصوت في كابون. هو صحيح كلامك هاشم، الحقيقة انه معناها الرغبة في انه نعاودوا نحطوا القطاع تحت الجناح تاع السلطة هو الإطار التشريعي خاصة، واللي شفنا احنا في الطريقة اللي شفت كل بعد ما شد المجلس النيابي الجديد بعد الانتخابات تاع 2014 لاحظنا انه فما مشاريع قوانين قاعدة تتعدى فيها خطر على الحرية اللي تم اكتسابها في 3 سنوات اللي نابعة خطرها صحفيين. أكثر حاجة ميزت قطاع الصحافة في الفترة الماضية الكل وحتى التو هي الوحدة بين الصحفيين بتعدد الهياكل نتاعهم. دونك هذاك اللي خلى معناها القطاع في مناعة. توا ثم خطر كبير قاعد يصير هو المشروع نتاع قانون مكافحة الإرهاب، واللي معناها أنت تشوف إنه فما ليزاك تيغوريست اللي قاعدين يصيروا في الفترة هذية، واللي بدا من خلالهم تمرير مجموعة من النقاط في علاقة من النقاط اللي تنجم تكون خطر على المماسة في المستقبل تقييد الأحداث الإرهابية. اللي تنجم تكون أنت شفت مؤخرا إنه فما زميلنا معناها نور الدين المباركي تمت إحالته على معنى قانون. إي بعد شوية باش يكون ضيوفنا سيد نور الدين المباركي يفتح الموقع آخر خبر. دونك بتشوف انت انه فما معناها عوده الى محاوله العوده الى الخلف من خلال جمله التشريعات، ومن خلال زيد شفنا لاحظنا انه في وحده الرصد، باعتبار انه وحده الرصد هي اللي قاعده ترصد في الانتهاكات ضد الاعلام من كل الاطراف، لاحظنا انه فما مناشير داخليه داخل المؤسسات العموميه تقول انه الصحفي لازم يرجع الى الوزاره مرجع النظر باش ينجم يتحصل على المعلومه داخل معناها المؤسسات العمومية. اي معناها وكانه احنا معناها اليوم مطالبين انه كيما وقت بن علي معناها ناخذوا المعلومه كان من المصدر الرسمي، وقت اللي احنا نعرفوا انه في خدمتنا راه المصدر الرسمي ماهوش ديما نمشي له، عندنا مصادر اخرى كاعلاميين، مصادر اللي بطبيعه تكون موثوقه وتكون صحيحه، خاطر المعلومه الرسميه راه تكيف حسب اهواء السلطه مش حسب معناتها صحه المعلومه من عدمها. هذا هو معناها معناها فما قوانين وتشريعات اللي تنظم، يعني المناشير الداخليه راهي هي معناها المناشير تجي في اطار تنظيم العمل الداخلي داخل المؤسسه، لكن انك تتعلل بحسن زي العمل المؤسسه العموميه وما تعطيش الانفورماسيون للصحفي، هذه تمثل مشكل بالنسبه لينا، تولي مبرر ينجم يتم استغلاله في اي وقت ضد الصحفي باش ما يوصلش الانفورماسيون، وخاصه في علاقه بقضايا الفساد المالي والاداري داخل المؤسسه العموميه. دونك هذا اللي يمثل مشكل واللي يمثل عائق الشيخ المواطن الانفورماسيون من خلال صحفي، لانه انت تعرف انه صحفي هو القناه اللي توصل الانفورماسيون للمواطن وتضمن له حق المعلومه، لانه هذايا واجب على اي صحفي انه يضمن حق المعلومه للمواطن، دونك المواطن يشوف المعلومه كي توصل له ما يشوفش اللي وراء المعلومه والخدمه اللي تخدم قبل ما توصل المعلومه. وساعات الضرب والسبان والدزين وغيره. اكيد وانت تشوف معناها انه سب والدزين وضربين معناها واحدة الرصد قاعده تشوف معناها في عدد كبير من الانتهاكات ضد الزملاء في كل وقت. خلينا نحكيوا شويه على الانتهاكات، معناها ابرز واهم الانتهاكات اللي قاعده تصير للاعلاميين، خلينا الناس تفهم على الاقل في انا اجواء قاعدين نخدموا من الثوره وانت جاي. هو هيك معناها الاعتداءات المتنوعه، فما الاعتداءات الجسديه اللي قاعده تصير، فما حالات المنع من العمل، وفما الاعتداءات اللفظيه. كان اخرها نهار الجمعه في الحافه اللي صارت في قفصه واللي معناها كان فما معناتها مواجهه مصالحه ما بين الارهابيين وما بين وما بين الاول اللي ادت الى مقتل 5 ارهابيين بيناتهم مراد المسلم. في الحافه هذيا صار الاعتداء اللفظي على المراسل تاع قناه نسمه تي في الخاصه من قبل اللي هي شكون سامحني خوله؟ سميرة سوري مراسلة قناة نسمة. سميرة سوري دونك الاعتداء هذايا اللي صار اعتداء لفظي عليها، واتهموا بانه قناتها قاعدة تبيض في الارهاب وانه قاعدة تمول في الارهاب، واللي هي ما عندهاش حتى ذنب مراسلة في منطقة من مناطق تونس اللي ما عندهاش حتى ذنب. انا ما فهمتش بالحق علاش اليوم معناتها يؤاخذوا ولا الاعلاميين والاعلاميات بذنب نتاع توجهات مؤسستهم الاعلاميه كسوة توجه باهي والا خايب، ما فهمتش علاش ياخذ معناتها الاعلامي راهو في الاخر بالكل راهو معناها يخدم وياكل في خبزه، معناها ماهوش مسؤول اذا كان قناه نسمه والا اي وسيله اعلام اخرى،
تجي معناها امني ولا غيره يعتدي على زميلتنا سميره السولي اللي من هنا موقع دين نتضامنوا معاها، ما فهميش علاش اذا كان هو ما تعجبهمش قناه نسمه ولا اي قناه ولا اي وسيله اعلام، راه ما تخوش الاعلام بذنب المؤسسه اللي يخدم فيها، لانه هذاك يناقش في الاطر نتاعنا ونتناقش معناها في 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 هياكلنا حول توجهات مؤسستنا الاعلاميه. هو هاجم الاشكال انه كي يبدا فما طرف معين في المعادله ما عندوش اسباس معناها فضاء ينجم يعبر فيه على روحه معناها داخل المؤسسات الاعلاميه، يعني مثلا المواطن ما يلقاش روحه متواجد في كل مكان يتكلم ويعبر على رايه في مختلف المواضيع، يعني يلقى انه فما النخبه موجوده في البلاتو التلفزي، انه موجوده في التقارير، موجوده في كل بلاصه، وهو كمواطن ما فماش اسباس معناها هو في العام معناها في نسبه التواجد نتاع المواطنين داخل المؤسسات الاعلاميه او قدرتهم على التعبير على رايهم فتح المجال لهم يتخلص من نسبه اعتداءات، لانه ينجم يساهم بطريقه او باخرى انه يقلل حده التشنج اللي عند المواطن ويفتح له المجال انه يعبر على رايه في اطار معناها من التوجيه من قبل الصحفي. كي يبدا المواطن مش لاقي روحه في وسط وسيله الاعلام يولي ينجم يكون منطلق للاعتداء والتعبير على افكاره بطريقه عنيفه. هذا هو الاشكال، دونك البرنسيب تاع الاعتداء هو انه مجموعه من الاشخاص ما تلقاش المجال للتعبير على رايها داخل المؤسسه الاعلاميه فتولي رد الفعل بطريقه سلبيه بطريقه الاعتداء بمختلف انواعه. خوله سمحت تنرجع المثال نتاعك، ولكن ما دمنا حكينا شويه على الاعتداءات اللي تصير خاصه في تغطيتنا للاحداث الامنيه، ما تشوفش اليوم كونه احنا كاعلاميين خاصه بالنسبه لزملائنا اللي يخدموا في التيران، ما تشوفش انه حان الوقت وان نبدلوا شويه طريقه تعطينا مع الحدث الامني، باعتبار وانه معناتها تبدا فما حاله تشنج ونعرفوا احنا نحبوا نبداو في موقع الحدث وساعات تبدا فما عمليه جاريه وكذا، صعيب شويه وباش نلقاوك التصادم اللي 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 موجود معناها هذاك، والا مثلا كيف نتعاملوا مع المسؤولين، كيف يجي وزير باللي جارد كور نتاعو وكل شيء تلقى الناس كل معناتها زد ما تعليه واحد، ولو انه اليوم معناتها اللهث هذا ولا الجري وراء المسؤول باش ناخذوا منه انترفيو ماهوش يمكن الطريقه المثلى، انه اليوم ديما نحطوك نشوف انا حتى في الاخبار مثلا كي تتعدى ساعات في بعض الراديوات ولا التلفاز، قال المسؤول الفلاني، قال الوزير الفلتاني، كانه ديما اليوم مازلت عندنا كالعقليه نتاع الوزير هو الكل ولا المسؤول هو الكل، معناتها زمنا يظهر لي اليوم نبدلوا شويه من النظره هذيا لتغطيه الحدث باش نقصوا احنا على رواحنا هالاعتداءات اللي قاعده تصير، لانه في الاخر الصحافي ياكلها في عظامه وما يلقاش شكون يدافع عليه. هو في الحقيقه انه العمل نتاع الزملاء معناها العلاقه ما بين الامن والزملاء تبقى ديما معناها محل نقاش الدائم والجدل، لانه كل واحد فيهم فما نقص فهم طبيعه العمل نتاعو. يعني جاء الوقت انه نلقاو ارضيه معناها نجمو نتعاملو فيها مع الامن، نفهمو خصوصيه العمل نتاعو والتدخل نتاعو في العمليات الارهابيه، ونحاولوا انه نحافظوا على حياه الاشخاص الموجودين في الميدان ومدينتهم نحن. دونك هذاك علاش صارت برشا معناها دورات تدريبيه مشتركه قبل معناها نظمتها عديد مهيئات، اخرها كانت النقد الوطني للصحفي في تونس معناها لحريق الصحافه معناها شارك في برشا دورات مشتركه، وكان ثم جمله من التوصيات المشتركه اللي معناها توصيات للصحفيين وللامنيين في طريقه التعامل مع بعضهم، لكن انت تعرف انه العمل هو عمل بشري يخضع للتشنجات للاستيراد اللي نجم يعاني منه اي شخص، الصحفي في الاخر انسان، يعني الصحفي نجم يتشنج كما الامن نجم يتشنج. اكيد اكيد. الاشكال هو وجود معادله في التعامل بين بعضهم، لو كانوا صحفيين معناها الحل الوحيد والمفتاح السحري في الموضوع هذا الكل هي ميثاق شرف المهني اللي فيه جمله من النقاط اللي تقول انه مثلا ما نجموش نهبطوا تصاور نتاع ناس موته ودم وكذا. ما نجموش نصوروا المحيط نتاع عمليه ارهابيه مازال ما تمش معاينتها من قبل وكيل الجمهوريه مثلا اللي يعتبر مطرح جريمه. ما نجموش مثلا نصوروا وحدات الامن في وجوهها نعملوا عليها زوم، لانه الناس هذوما قاعدين يكافحوا في الارهاب وينجموا يكونوا هم الهدف الاول. وبربي تبدا ملاحظه اخرى خوله،
معناتها بمنطق السكوب ساعات والبوز نكشفوا سير عملية معينة. أنا قريت معناتها البارح أنه التفاصيل الدقيقة متاع الاختراق متاع مجموعة قفصة اللي تم القضاء عليها وبينهم الإرهابي الخطير ومطلوب رقم واحد الدستور التونسي مراد الغرسلي، ونحييه الحقيقة المجهود متاع قوات الأمن والوحدات الخاصة الحرس الوطني على النجاح هذا. لقيتها بتفاصيلها معناها كيفاش اخترقوهم كيفاش كذا، لأنه وقتها الإرهابيين ولاو ياخذوا حذرهم، راهو من نوعية الخطط هذه الأمنية. هو في الحقيقة هيش ما حكينا وقلنا من قبل، من أول ما هبطت التفاصيل نتاع العملية الأمنية اللي كانت في قفة زايدة في ظهر في شهر أبريل، قلنا راهو إنه معناها ما يجيش إنه نهبطوا تفاصيل عملية أمنية وخطة أمنية واختراق كما صار في عملية قفة، لكن المشكل إنه نفس الخطأ يتكرر مرة أخرى، واللي نجم يكون منطلق ل معناها استهداف قطاع كامل. يعني انت كي تهبط انفورماسيون تاع عمليه امنيه تولي تعطي مبرر للطرف الامني انه يضايق على حريه الاعلام وانه ما عادش يعطيك نفسك. يعطيك صح، يعطيك صح، هذا هو هذا هو. هذه المشكل، دونك انت تكون منطلق الى اشياء اخرى نجم تمثل حاجز امام زملائك للوصول الى المعلومه. دونك هذه مشكل داخلي يخلق قطاع يلزمنا نلقاو له حل، وهذاك علاش نحن تو ثم مشروع وانت تعرف هو معناها كما نقولوا احنا مجلس الصحافه اللي في علاقة بتنظيم القطاع السمعي القطاع الصحافة المكتوبة اللي هو باش يكون معناها آلية للتعديل الذاتي في الصحافة. الصحفيين في الحقيقة قادرين يفكروا في آليات التعديل الذاتي داخل القطاع نتاعهم من خلال الهياكل المهنية نتاعهم والهياكل النقابية نتاعهم. دونك وهذايا من المهم، هذايا دور مهم، لكن النقطة الفيصل في الموضوع هذايا هو بث الوعي في القطاع الصحفي في مجال التعديل الذاتي والتدريب على جملة النقاط هذه في علاقة بأخلاقيات المهنة وفي علاقة باحترام حقوق الآخرين في التغطية الإعلامية، واللي هو مهم جدا هو من الاحتياجات نتاع القطاع حاليا في مجال التدريب باش يكونوا زملاء أكثر علما وأكثر معناها تمكنا من الموضوع نتاع التغطية في علاقة بالأحداث الإرهابية كتير. والحدود معناها نتاع المعلومه اللي نجم يعطوها باحترام، خاصه احترام الاخر خلال نقل المعلومه، يعني احترام المصابين، احترام المصادر الى اخره، خصوصيه وضمان الحمايه للمعلومه اللي نتعامل معاهم مباشره. Écoutez Radio Med à la son Ficabon.